أعزائي طلبة الصف الثاني المتوسط، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نشرح لكم الفصل الثاني أو الكورس الثاني من كتاب الطالب المنهج الجديد، وراح نتعرف اليوم على الزوايا والمستقيمات بالكورس الثاني. عندنا مفهوم الزاوية. الزاوية تتكون من اتحاد مستقيمين، مثل عندنا هذا المستقيم A B، وعندنا هذا المستقيم الآخر A C. راح تتكون هنا عندنا زاوية، مثلا نقول زاوية رقم واحد. هاي الزاوية رقم واحد ورمز الزاوية يكون بهذا الشكل، زاوية، وممكن أن نكتبها بالطرق التالية. نقدر نقول زاوية واحد، إذن هاي إجابة هنا عندنا صحيحة. نقدر نقول الزاوية با اي سي، بي اي سي، زاوية بي اي سي، إذن هاي إجابة أيضا صحيحة. شوف هنا البي راحت للأي والأي راحت للسي. ممكن أن نبديها منه، نقول زاوية سي اي بي، إذن هنا أيضا تكون إجابة صحيحة. زين، إذا قلنا A B C هنا الإجابة خطأ، ليش؟ لأن الـ A هي راحت للـ B، بس الـ B هنا ما راحت للـ C. كذلك الحال إذا قلنا C B A أيضا إجابة خاطئة. إذن الزاوية إذا نريد نقرأها نبدأ من الأطراف. هسا هاي الزاوية نبديها يا أما نبدأ من البي يا أما نبدي من السي، وكل القراءتين صحيحة. أو نقول زاوية رقم واحد. عندنا قياس الزاوية، قياس الزاوية. وما المقصود بقياس الزاوية؟ قياس الزاوية الرمز ماله M، مثل M زاوية واحد معناها قياس زاوية واحد، نقول يساوي مثلا 30 درجة. واضح شلون؟ هذا قياس الزاوية. إذن هسه صارت عندنا فكرة واضحة على الزاوية شلون نقراها. لو عندنا هذا الشكل، هذا مثل ما نعرف مثلث، نقول به زوايا A B C. إذا أريد نقرأ هاي الزاوية رقم واحد، نقول زاوية واحد تساوي لنا، أكيد من راح نقرأها ما نقرأها من الأي، نقرأها منين؟ لو من البي لو من السي، نقول مثلا B A C. وعندنا زاوية هنا زاوية اثنين يساوي A B C، وزاوية ثلاثة نقدر نقول زاوية ثلاثة A C B. إذن هسه قراءة الزاوية صارت عندنا واضحة. ننتقل إلى فقرة أخرى وهي المستقيمات المتوازية. المستقيمات المتوازية، شو وقت تكون المستقيمات متوازية؟ مثلا سعدنا هذا المستقيم، عندنا هنا ثلاث مستقيمات،
نقول هذا اسمه اي بي او ال 1 يعني اي اسمه اي بي سي دي و اي اف. فعندنا المستقيم اي بي يوازي المستقيم سي دي، نقدر نقول اي بي يوازي سي دي. اذا السي دي راح يوازي الاي بي، اذا ذن المستقيمات متوازيه. عندنا السي دي لا يوازي الاي اف، والاي بي ايضا لا يوازي الاي اف. ايضا اعتقد واضحه. لو اخذنا مستقيمين هذا ال1 وهنا ال2 وقطعهم قاطع اللي هو ال3، ال3 نعم واضح ال3 نعم هذا هو قاطع ال3. هنا راح تتكون عندنا مجموعه زوايا، هذا اللي عندنا هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 عندنا هنا 8 زوايا. العلاقة بين هاي الزوايا شنو؟ مثل عندنا زاوية 1 تناظر زاوية 4 نعم 5 العفو، و4 تناظر 8، وزاوية 3 تناظر 7، و2 تناظر 6، وهكذا. هاي الزوايا متناظرة، وعندنا زوايا متقابلة 2 والأربعة متقابلات، الواحد والثلاثة والخمسة والسبعة والستة والثمانية. زين هاي الزوايا متقابلة بالرأس، عندنا أيضا زوايا داخلية، عندنا الأربعة والخمسة داخليات والثلاثة والستة أيضا زوايا داخلية. أما الزوايا المتبادلة هي الأربعة والستة والثلاثة والخمسة. هذا الموضوع إحنا ماخذينه بالخامس ابتدائي والسادس ابتدائي، واليوم نعيده عليكم بالثاني متوسط، وتعرفنا على الزوايا. بس عندنا هنا يعني لازم نتعرف على الزوايا المتساوية. إيش وقت تساوي الزوايا؟ إذا كانت متناظرة، وإذا كانت متبادلة، وإذا كانت متقابلة بالرأس. يعني شنو متساوية؟ مثلا إذا هسه قلنا الواحد ويا الخمسة متساويات لأن متناظرات، إذا كان قياس زاوية واحد 30 لازم الخمسة ايش يكون؟ 30. وإذا الأربعة مثلا 150 أكيد الثمانية تكون 150، وهكذا لبقية الزوايا. إذا الواحد قلنا 30 الأربعة الثلاثة أيضا راح تصير 30 لأن متقابلة. وبالنسبة للمتبادلات إذا الثلاثة 30 أيضا الخمسة راح تكون 30 لأن شنو؟ متبادلات. إذا لكل شيء أكو سبب، يعني كل زاوية تساوي الزاوية الأخرى بسبب معين. انتهى هذا الدرس، وانتقل انتظرونا في دروس قادمة إن شاء الله، وشكرا.